ثانية دلوقتي، خلينا كده نروح مع بعض لمتحف المركبات الملكية مع الزميلة العزيزة نمياء حمدين، مراسلة صباح الخير يا مصر، ونتابع معاها فعاليات معرض زيارة الحبيب واللي بيضم العربة الدوق، ودي اللي تم استخدامها في احتفالية المحمل الخاصة بنقل كسوة الكعبة من مصر إلى الأراضي المقدسة. صباح الخير عليك يا نمياء. صباح الخير عليك جمانة، صباح الخير عليك محمد، وعلى كل سادة المشاهدين، وكل سنة وكل ناس طيبة في رابع أيام عيد الأضحى المبارك. احنا بالفعل في متحف المركبات الملكية اللي بيسجل فترة تاريخية مهمة في حياة مصر، فترة عهد أو عصر أسرة محمد علي. المتحف ده يعني الشيء بالشيء يذكر انه بدأ فكرته مع الخديوي إسماعيل لما كان عاوز يسجل العربات اللي موجودة والأدوات الخاصة بالخيل في فترته، وبدأ يتسجل تم أسماء مختلفة لحد يعني عصرنا هذا. مزيد من التفاصيل ينضم إلي الأستاذ أحمد الصباغ، مدير عام متحف المركبات الملكية. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب يا فندم، والعالم العربي والإسلامي بخير يا فندم. خلينا نتكلم الأول على استعداداتكم فترة العيد في استقبال الأسر المصرية داخل المتحف. المكان طبعا زي ما حضرتك شايف مفتوح طوال الاسبوع من اول العيد، في الايام العاديه مفتوح. عندنا 7 قاعات مهمين جدا، بتبقى بالانتخانه الفي اي بي، عندنا قاعه الاحتفالات، المناسبات، الاحتفالات اللي احنا فيها طبعا فيها اهم مركبات اللي هي 22 مركبه، عندنا بانر مهم جدا من اهم المركبات اللي موجوده اللي هي العربه الالاي اللي هي في افتتاح البرلمان المصري سنه 1942 الملك فاروق طبعا، عندنا قاعه المناسبات، عندنا قاعه الحصان، عندنا بعض الهدايا الذهبيه اللي هي خاصه بالاسر العلويه. خلينا كمان نتكلم على المحمل والاحتفاليه اللي حصلت وقت المحمل وانتقاله من مصر للاراضي المقدسه. طبعا بالمناسبه السعيده اللي هو موسم الحج، طبعا لازم نحتفل بيها، ولازم ارتباط المتحف بالمجتمع. عملنا طبعا احتفاليه خاصه، معرض خاص بهذه المناسبه، عندنا اهم قطعه من كسوه الكعبه موجوده سنه 1938، عندنا العربه الدوق اللي هي كانت بتمشي في المحمل، عملنا فيلم تسجيلي طبعا حضراتكم هتشوفوا كل ده، طبعا كل ده للزائر من ضمن تذكره الدخول ده. نتكلم على العربات دي واهم ما بيميزها في العصر ده او في الفتره دي، واكتر حاجات الناس لما بتيجي هنا سواء عرب او اجانب او حتى مصريين بيسالوا عليها داخل المتحف هنا، خصوصا ان المتحف مش بس تماثيل او عربيات بس موجوده، لا في تفاصيل كتيره جدا جوه المتحف. فعلا يعني مكان الواحد بيستمتع فيه وبياخد معلومه بشكل لطيف، يعني مش تماثيل بشوفها او خشب بتفرج عليه. يا فندم طبعا زي ما قلت لحضرتك ان احنا مكان متحف نوعي، عندنا اكثر من 44 مركبه مهمين جدا كلهم من الاسره العلويه، من الملك فاروق، الخديوي اسماعيل، احمد فؤاد، كل ده يا فندم متواجد عندنا، الامارات اللي هي العربات اللي هي متخصصه في الانتخانه اللي كانت بيتم التنازل بها في قصر المنتزه، عندنا العربه المهمه جدا الالاي اللي زي ما قلت لحضرتك اللي تم استخدامها في افتتاح البرلمان المصري وزواج الملك فاروق، عندنا العربيه الكلش الخصوصي اللي استخدمها الخديوي اسماعيل في افتتاح القناه هو والامبراطور اوجيني. شكرا في نهايه اللقاء، شكرا جزيلا استاذ احمد الصباغ، مدير عام متحف المركبات الملكيه. وزي ما شفت يا جمانه يعني هو استعرضنا في عجاله سريعه كده اهم ما بيميز المتحف من خيول وعربات هامه، يعني كانت شاهده على مواقف تاريخيه مختلفه واحتفالات مهمه جدا في تاريخ مصر، كمان الادوات الخاصه بالخيل وكمان الخياله نفسهم على مر العصور خلال فتره عهد اسره محمد علي كلها. اليك يا جمانه. نشكرك يا رمياء، شكرا جزيلا، والشكر موصول طبعا لضيفك الكريم، كنت معانا من متحف المركبات.